السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فتحي كودري من قناة تجمع الدولي أصدقاء الحسون على اليوتيوب ومجموعة الحسون على الفيسبوك. اليوم إخواني سوف نتحدث عن هذا النوع من الماء والمعروف بالماء الحيوي أو pure water. طبعا هذا الماء هو مختلف نوعا ما عن الماء العادي، بحيث أن هذا الماء يحتوي على جميع الجسيمات الحية، بحيث أنه متشابه على مستوى الجزئي للمياه الموجودة في أجسام الكائنات الحية مثل جسم الإنسان أو الحيوان أو النباتات، وهذا ما يجعله مختلف نوعا ما بالنسبة للماء العادي. طبعا بالنسبة للمكونات وطريقة استخراجه فلن نتكلم عنه في هذا الفيديو، لأننا كنا قد تحدثنا عن ذلك في موضوع سابق وهو موجود في الشرح أسفل هذا الفيديو. لكن ما سنتحدث عنه اليوم هو فوائد هذا الماء بالنسبة للطيور. طبعا هذا الماء هو مفيد بالنسبة للإنسان أو النباتات، يعني حتى الإنسان يمكن أن يشرب منه أو نسقي به النباتات، لكن ما يهمنا هو فوائد هذا الماء بالنسبة للطيور. هذا الماء إخواني هو مفيد جدا بالنسبة للطيور، خاصة مثلا الطيور التي تعاني من الإرهاق أو الطيور التي تعاني من الاكتئاب، بالإضافة إلى الطيور الصغيرة في العمر، بالنسبة للإناث التي تطعم الفراخ أيضا. سوف أعطيكم بعض الفوائد لهذا الماء. هذا الماء إخواني يعني مثلا لدينا طير مريض ونقدم له الدواء، إذا قمنا تقديمه مع هذا الماء فإن هذا الماء يتم امتصاصه وتوزيعه في الجسم على نحو جد سريع، على عكس الماء الآخر، بالإضافة إلى أن هذا الماء تم تصفيته بنسبة 99% من الكلور، وهذا ما يجعله جد مفيد عندما نستعمل معه أي دواء أو مضاد حيوي بالنسبة للطيور، كما أنه مضاد طبيعي للأكسدة ومزيل للسموم. أيضا أن هو يساعد على النمو وحماية الخلايا وتجديدها، وهذا بالنسبة للفراخ عندما تكون صغيرة. يساعد في العملية الكيميائية الحيوية الطبيعية، كما أنه يقلل من الضغط والإرهاق، وهذا ما تكلمنا عنه سابقا بالنسبة للطيور التي تعاني من الإرهاق والتعب، فهو جد مفيد، بالإضافة لأنه يحسن المذاق ويفتح الشهية لدى الطيور. بالنسبة لطريقة إيجاد هذا الماء فهو موجود عند محلات بيع الطيور أو الصيدلية، أو يمكنكم شراء عادي pure water أو الماء الحيوي، تجدوه مكتوب بهذه الطريقة. تشتري عادي من أي محل وهو يسمى بالماء الحيوي، سواء مخصص للشرب للإنسان، هو نفس الماء يعني، ونقوم بتقديمه للطيور، وكما قلت هو مفيد جدا. وكان هذا موضوعنا لليوم، نراكم بإذن الله تعالى في موضوع آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.